بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان وكل اوان ورا ظهر الدهور امين. نشكرك يا رب لانك انت استأمنتنا على اغلى ما تمتلك الا وهو النفس البشرية. فمن اجل نفس بشرية واحدة ضحيت بقطيع من الخنازير كاملا ولم تحسب ان هذا خسارة بل اعتبرته مكسبا. من اغلى ما نمتلك الا وهو اطفالنا اولادنا الذين قال عنهم شاعر انهم اكبادنا تجري من حولنا وأنهم قنابل موقوتة ممكن أن يصيروا سبب بركة لآبائهم وممكن عن طريقهم يفقد آباؤهم دور الخلاص إذا أحسنوا التربية وأخرجوهم للمجتمع وللكنيسة أبناء أبرارا لمجتمع صالح وابناء ابرارا لكنيسة مقدسة. تكلمنا في 4 حلقات سابقة عن اساليب تربوية خاطئة شائعة كالخلافات بين الزوجين على مرء ومسمع منهم وكالتمييز الذي يقوم به الاباء نحو ذكر عن انثى أو نحو ابن عن ابن وكالتعليم السأرية وتعليم المنافسة غير المضبوطة وكالعثرات العفوية والعثرات المقصودة وكمحاولة أن نتكلم عن غيرنا في حضرة أولادنا وفي غياب غيرنا ونحن في مجتمع يشكو من انعدام القدوة وغياب المثل ويشكو من التفكك الأسري وقد نحاول أن نعود أولادنا عن أشياء كثيرة بالتدليل الذي يتحول إلى التضليل أو بالتدين المريض والروحانيات العنيفة وعشان كده بنطلعهم بينهم وبين الدين جاب وبيحسوا ان هم بيبتعدوا عن التدين كلما اقتربوا من الدين وقد يكون للام وللاب دور في هذا الامر اذا لم تكن لهم معاملة ثابتة غير متذبذبة غير متأرجحة غير متقلقلة ولكنها معاملة متزنة. هناك عقد كثيرة تنشأ في سن الطفولة وكل عقد التي يعاني منها الكبار ترجع جذورها إلى سن الطفولة. فنحن قد نشعرهم بالذنب بالنقص قد نشعرهم بأنهم ليسوا مثل غيرهم وأن غيرهم أفضل منهم. تعالوا بنا نتكلم عن أمور كثيرة أخرى قد تضر في هذه النباتات الصغيرة الجميلة التي أعطاها لنا الله على غير فساد. الله لم يخلق طفلا شرسا. الله لم يخلق طفل معقد. ربنا خلق الإنسان على غير فساد وكانت النتيجة إن الفساد انتظره على قارعة الطريق. والفساد هنا قد يعني الخطية، قد يعني العقد النفسية، قد يعني أن نملأه كبتا أو أن نملأه حقدا فيصبح إنسانا حاقدا على مجتمع. إذا دخل فيه أو تملك فيه السلطة كان شرسا ولم يستطع أحد أن يحده. رقم 17 في الموضوع ده الخلطة الشريرة. قل لي من هو صديقك
أقول لك من تكون أنت؟ قل لي من هو صديقك؟ أقول لك من تكون أنت. الأب والأم ما يكونوش ضاغطين أو وسيلة ضاغطة على الابن، وتبقى الرقابة صعبة وشديدة والابن يحب يتملص منها، لكن برضو ما يكونش الابن كده مش من تحت رقابة واعية ساهرة حكيمة حتى لو كانت عن بعد. في أمريكا هنا في عادة إن كل الأطفال يحب يروحوا بيته عن بعض، وبعد كده تحصل المشاكل بين طفل وطفل، والمشاكل اللي تمتد بين أم الطفل وأم الطفل، وبين أبو الطفل وبين أبو الطفل، وبعدين بين الأسرة والأسرة، وبعدين الأسرة اللي تستميل ناس إلى شاطئها، والأسرة التانية تستميل ناس إلى شاطئها. لا، يختلطوا ببعض، يلعبوا مع بعض، بس تحت رقابة واعية حكيمة لا تشعرهم بالرقابة. وفي نفس الوقت لما يحصل أخطاء نعاتب بكل حب وبكل هدوء وبكل رقة وبكل حكمة. ما نجيش نحط أولادنا وسط الفساد ونقول فسدوا ليه. نعلمهم يختاروا الصديق الذي يكون كجناحي الطير، وجناح الطير مع الطير، يا إما بيطلع بيه لفوق يا إما لو كان فوق ينزل بيه لتحت. الجناح هو اللي يطلعه والجناح هو اللي بينزله. الصديق الكويس هو اللي بيصعد بصديقه، والصديق الرديء هو الذي يهبط بصديقه. فيا ترى مين الخلطة الشريرة؟ ممكن تكون أشخاص، ممكن تكون كتب، ممكن تكون ميديا أو إعلام. أشخاص، إيه اللي ضر الابن الضال؟ الأشخاص اللي اتعامل معاهم. ده واحد ما طلعش من بيت أبوه وبيتعامل مع الحنان في أبوه، مع الرقة في أمه، مع الصدق في أخوه. حتى لما رجع لقى أخوه اتغير، اتغير حتى معاه. عندما رأى صوت الطرب وغناء ورقص غضب ولم يرد أن يدخل. الابن الضال كمان اتغير، بس مين اللي غيره؟ الخلطة الشريرة. يعجبني جدا قصة إبراهيم ولوط. حصل ان رعاة غنم ابراهيم ورعاة غنم لوط اتخانقوا مع بعض، مش ابراهيم ولوط، ده الكتاب المقدس بيقول عن لوط انه بار. تعرف البار ده؟ زنى في بناته، لكن بار. يبقى ليس الخاطي هو الذي يفعل الخطية فحسب، انما الخاطي هو الذي يحب الخطية. حصل خناقة بين رعاة إبراهيم ورعاة لوط، فقال إبراهيم كلمته المشهورة للوط: لا يكن هناك غضب بين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان، إن صرت أنت جنوبا أسير أنا شمالا، إن صرت أنت شرقا أسير أنا غربا، وأنت بتختار. اختار لوط الأرض ولم يختر لوط الشعب. حتى في مثل بيقول: اختار الجار قبل الدار، واختار الرفيق قبل الطريق. لكن هو اختار الدار مش الجار، فوجد ان ارض سدوم معمورة كجنة الرب كأرض مصر، وهنا سكن في سدوم معمورة. كل الذي اغتنمه من سدوم وعمورة، كل الذي ربحه من سدوم وعمورة، كل الذي اكتسبه من سدوم وعمورة احترق مع سدوم وعمورة. قول أكتر من كده،
إن دخل سدوم وعمورة وكان عدد أسرته 4، طلع من سدوم وعمورة وعدد أسرته 3، وربنا قال له روح صوعا، روح للجبل، قال له لا أروح صوعا، عمال يختار لنفسه. إبراهيم قال لربنا أنت اللي تختار لي، فاختار له أرض كنعان، وكانت النتيجة إن إبراهيم عمال يزيد، لوط عمال يخس. ماذا قال الكتاب المقدس عن هذا الجو الذي عاش فيه هذا البار؟ أما البار فبالسمع والنظر كان يعذب كل يوم بالسمع والنظر، باللي بيشوفه واللي بيسمعه. عشان كده مفروض نختار لأولادنا القدوة الصالحة، الصديق الصدوق الحلو اللي يخاف عليه، اللي يعرفه طريق مدارس الأحد، اللي يعرفه حفظ الألحان، مش لما يجي يحفظ له لحن يقعد يتاري عليه ويقول له أو أو أي أي طب قول كمان، وتكون النتيجة يحبط من عزيمته. لما يجي يقرأ في كتاب مقدس يواجهه بابتسامة ساخرة ويقول له يا بختك يا عم، انا خفت اطلبك النهارده في التليفون، قالك صعدت للسما، ويهبط عزيمته. اذا لقاه بيصلي يقول له خدني على طرف جناحك، ويهبط عزيمته. لكن الاطفال الحلوين اللي يقعدوا مع بعض الايه دي مش فاهمينها، وكل واحد يقول رايه. اللحن ده انا مش قادر احفظه، طب ما تقولهولي، تسمحهولي، قول معايا. تكون النتيجة ان احنا كده اخترنا جناحي الطير، اللي يطلعوه فوق مش اللي ينزلوه تحت. ممكن الخلطة الشريرة تكون كتب، والكتب دلوقتي ما اكثرها التي تحض على الرذيلة كتب. ده الملك اللي بولس الرسول انت تهذي يا بولس، الكتب الكثيرة تحولك إلى الهذيان. أعرف أب تقي واعي حس إن بناته وصلوا إلى سر للسن المراهقة، كان يجيب كتب من الكتب اللي بتتكلم أسئلة الشباب عن الجنس، أو دروس في المراهقة، كتب روحية للدكتور الأرشدياكون رمسيس نجيب، أو اللي كان بيطلعها المتنيح الأنبا بيمن، أو الدكتور نيافة الأنبا موسى، أو الدكتور مجد إسحاق، الكتب اللي بتتكلم بتعالج قضايا شبابية. ويجيب الكتاب ويعرف من نفسه إن هو مغرم بيه وعمال يدرس فيه، علشان الأولاد عمالين يبصوا له إيه الكتاب اللي جذب انتباه بابا، وفي الآخر يرميه على الترابيزة ويطلع ينام. يقفل على نفسه، يلاقي الولد سحب الكتاب ده ويقعد هو اللي يقرا فيه. ما احنا عايزين المعلومات اللي جوه الكتاب توصل له هو، بس لو قلنا له خد اقرا الكتاب ده واعمل اللي جواه، مش هياخده، وهتكون النتيجه يعني نرميه له على ترابيزه، نحطه له كده في اوضه الصالون، نحطه له في اي مكان هو بيتعامل معاه. فلا الكتب الشريرة ولا الأشخاص الشريرة تجذب انتباهنا، واحنا نجيب كتب تانية تعلم الفضيلة أكتر من الكتب التانية اللي بتعلم الرذيلة. واحدة في مدينة من مدن أوروبا وكان عندها ابنها، وبعدين جالها زميل ابنها وقال لها يا طنط ابنك ده ابنورمال. ليه يا حبيبي؟ قلت عنه اب نورمال، ده كويس قوي، ده بيحبك. قال لها امي بيحبني وانا بحبه، بس هو اب نورمال، وانا عايز اعالج النقطه اللي فيه دي، عايز اوديه لدكتور نفساني. ليه اب نورمال؟ عرفت من كده ازاي؟ قال كل واحد مننا عندنا عنده جيرل فريند، وهو مش راضي يبقى عنده جيرل فريند. قالت له ما الجيرل فريند ده يبقى حرام ويبقى خطيه ويبقى زنا، والمسيح قال والوصية السابعة قالت، والولد عمال يسمع يسمع، وطبعا عمال يبهر من الأم اللي بتتكلم كده.
يبقى اذا الولد ده مش جايبه من بره، امه هي السبب. تاني يوم جاي وجايب معاه ولد تاني، فكرت انه هيجيب بنت جيرل فريند لابنها. وبعدين قالت له مين ده يا مايك؟ قال له اصلا امبارح لما قعدت معاك يا طنط وانت كلمتيني كده حسيت انك انت معقدة اكتر من مارك ابنك، فقلت انا ابدأ بيكي احل العقدة بتاعتك، فجبت لك ولد يبقى بوي فريند ليكي، ولما انجح في الدور ده معاك يبقى انت ليكي بوي فريند، هتقنعي مارك ان هو يبقى له جيرل فريند، فانا هبدأ بيكي، خد ده يبقى البوي فريند بتاعك. ده مفهوم بتاع ناس احنا طبعا بنقف نسمع الكلام ده ونضحك عليه، لكن نخاف ان على مر الوقت الموضوع ده يدخل بيوتنا ويبقى فيه تطبيع علاقات مع الخطيب. ممكن تبقى الخلطة الشريرة ميديا، أفلام، من يوم ما طلعت مسرحية مدرسة المشاغبين وقيمة المدرس هبطت فتأثيره قل، فالتعليم ضعف، فالتلاميذ مستواهم نزل، فالخريجين بقوا مستواهم أقل وأقل، فبدوا يعلموا بالمستوى الأقل وأقل، فبقى المستوى منعدم لأنها سخرت بالمدرس في عين التلميذ. من يوم ما طلعت مسرحية العيال كبرت وهي سخرت بالأب والأم في نظر الأولاد، وبدأنا نشوف الأب المراهق والأم الساذجة، والأبناء اللي هم فاهمين الاتنين والاتنين مش فاهمينهم، وبدأ كل ابن ينظر لأبوه على أنه ممكن يكون هذا الأب، وينظر لأمه على أنه ممكن أن تكون هذه الأم. ضاعت منا هذه الأيام التي كنا فيها نستمع إلى شاعر يقول: قف للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. أصبح يقول قف للمعلم وفيه التشويشة، كاد المعلم أن يكون شويشة، سخرية بالمدرس. وأصبحنا نسمع عن المدرس حاجات كتيرة، مين اللي علمنا كده؟ ما احنا دلوقتي مسرحيات أنا نفسي أحب أشوفها علشان أضحك من الأدوار التي يؤدونها، لكن التأثير على الطفل اللي بياخد من غير مصفى. احنا دلوقتي لما كبرنا وعرفنا هذا من ذاك في مصافي بنستخدمها قبل ما بنشوف الحاجات دي، لكن اطفالنا ما عندهمش المصفى اللي بيصفوا بيها المعلومة قبل ما يدخلوها للعقل الباطن وبياخدوها خام ويسلموها خام ويتعاملوا بها بلا منتجة ولا دبلجة ولا تهذيب، رحمة بأولادنا يا أصحاب الميديا. مش عشان الفيلم يحقق ربح أو يكون فيلم شباك ويتعرض أكتر من مرة فأكتر من دور عرض نحطم قيم ونحطم أطفال، نحطم الأب قدام ابنه، نحطم المعلم قدام تلميذه. رحمة بأولادنا، وأنتم أيها الآباء والأمهات انتقوا لأولادكم ما يقرؤوه وما يسمعوه، ولكن دون ضغط خارجي ومن غير ما يبان تأثيركم أو أنكم أنتم عاملين بوشنج وأنكم أنتم ضاغطين عليهم ومتحكمين فيهم. خليها التحكم الحب اللي هم بيحبوه او بيرغبوه او بيتمنوه، مش اللي انتوا بتفرضوه. خليكم حكمة في هذا. انا عجبني في مرة من المرات جاني فيلم بتاع عذابات اولاد الكشح،
واستشهاداتهم ورقابهم المقطوعة وأجسادهم التي صارت أشلاء. وبعدين حطيت الفيلم في جيبي وكنت رايح زيارة في بيت، فقلت لهم معايا فيلم ممكن أشوفه. هم يا دوبك حطوا الفيلم من هنا وشافوا المناظر، لقيت الأب طلع يجري خد أولاده وطلعهم فوق يناموا ومنعهم من أن يروا هذه المناظر التي ما أسهل أن تدخل وما أصعب أن تخرج. أنا على طول رحت ساحب الفيلم وخدته في جيبي وقلت لهم أنا آسف، أنا ما كنتش أعرف إيه الموضوع اللي موجود جوه الفيلم، أنا أول مرة أشوفه زيكم وما أعرفش إن ده تأثيره وهشوف لوحدي بعد كده. احرصوا، احنا دلوقتي حاليا لما كان العدو بيجي كان بيخبط قبل ما يدخل، التلفزيون ما بيخبطش، الارسال موجود في كل بيت، الفيديو ما بيخبطش، الكمبيوتر ما بيخبطش، ما بيستأذنش قبل ما يدخل، تعمل كليك تشوف 200 مليون قاعدة او قناة او ويب سايت بيقدموا الخطية، لكن ده قصاد 12 مليار بيقدموا المعرفة وبيقدموا العلوم، فنستفيد من الشيء ولا نضر منه. رقم 18، من ضمن الأساليب الخاطئة في التربية، الأساليب الشائعة، أن يقوم الأب بتعرية الأم أمام أولادها، أو الأم بتعرية الأب أمام أولادها، بمعنى إن الأب لما يغلط مع الأم أو بيحصل فيه مشاكل بينه وبين الأم يقعد يجيب التاريخ الماضي والتاريخ القديم واللي عمل واللي حصل واللي اتقال وأخطائها وعيوبها، والابن عمال يتقبل يتقبل يتقبل. بعد كده نقول للأم تربي، شد حيلك، مش ممكن، ما خلاص ضع مفعولها. بنقول للأب ربي، ما يقدرش. أيتها الأم أقول لك، من مصلحتك ومن مصلحة أولادك قبلك أن تجعلي من أبوهم الأسطورة التي لا يمتلكها غيرهم، الأسطورة الخيالية، في زي أبوكم في الدنيا دي كلها. ده إذا كنت حتى يعني أنت ما تعتقديش في كده، أو أنت مش معتقد، لكن من أجل ابنك قولي كده، هتكون النتيجة أن الولد يحس أنه بينتمي لأب عظيم، بينتمي لأب كبير، محدش طايل انتمائه ليه. لكن لما تقومي تشرحيه، وده عمل في مرة كذا وقال في مرة كذا، لأنه دلت التجربة أن المرأة قد تحتمل لكن صعب أن تسامح، وتكون النتيجة تقعد تقول والأب يقف قدام أولاده مكسوف ومغزي، وبعد كده الآباء الأولاد طبعا يبقوا مكسوفين ينتموا إلى هذا الأب. من مصلحة أولادك إنك تحسسيهم إنهم بينتموا لأعظم أب في الوجود، وانت كمان من مصلحة اولادك انك ما تجيبش عيوب ونقاط الضعف بتاعة امهم قدامهم وتتناولها واحدة واحدة وتشرحها وتفضحها امامهم، وتكون النتيجة ان الاولاد دول انت بتحطمهم، مش بس هي اللي بتتحطم. وبعدين نحاسب الاب ازاي ان هو ما كانش قوي قدام اولاده، ما احنا اللي اضعفناه، ما احنا لا ضيعنا قوته. شوف مثلا حام ابن نوح، ماذا كانت خطيته التي استحق عليها اللعنة؟ وقال الكتاب المقدس عن نوح انه قال: ملعون كنعان ابن حام عبد العبيد يقول لاخوته. ايه اللي عمله حام؟ ايه الجرم اللي عمله؟ شتم ابوه؟ الكتاب المقدس كان يقول اللي قتل يتقتل، واللي يشتم او يسب ابوه يتقتل زي يكون قاتل، كانه قاتل، ده مجرد سب او شتم.
لكن ما شتمش أبوه، لكن أبوه تعرى، وتعرى لأنه نائم، ونائم لأنه خمل، ثمل آسف، وثمل لأنه سكران، وسكران لأنه شرب خمرا، وشرب خمرا لأنه غرس كرما. خطية مركبة. حام ابن نوح سمح لعينيه البشريتين أن تحملق في عورة أبيه. سام ويافث جابوا غطا أو رداء ورجعوا كده بظهرهم وستروا عورة أبيهم. كل واحد ليه عورة، يعني ليه نقطة ضعف، كل واحد مننا ليه عورة، يعني كل واحد مننا ليه عيب. لما الأم تكشف عورة الأب أمام أولاده تجعل الابن يسقط في خطأ حام، وكذلك الأب لما يكشف عورة الأم أمام أولادها تجعل الابن أو الابنة تسقط في خطية حام. لكن المفروض إن من مصلحتك، أبوك ده مفيش زيه في الدنيا، يا ريت تطلع لأبوك، مش روح، يعني تطلع حلو لمين؟ زيك زي اللي ولدك، انت ما لقيتش حد يربيك، انت زيك زي ابوك، انت غصب عنك، اصل ابوك كده خلاص. ده هو لو طلع ان هو بس وحش، غير لما يطلع هو وحش لان باباه وحش. لما يطلع هو وحش ونقول له طالع لمين وحش، هيحاول يصلح نفسه. لكن انت غصب عنك تطلع وحش لان مصدرك يا ابني وحش. هناك خطأ آخر يسقط فيه الآباء والأمهات، وبالأخص في المهجر. الكنيسة في المهجر تعتبر إن هي نادي اجتماعي زي ما هي مكان عبادة ديني، بيؤدي دور اجتماعي، لأن مفيش حاجة تجمع المصري مع المصري، والقبطي مع القبطي، والأرثوذكسي مع الأرثوذكسي إلا الكنيسة. وبيلتقوا مرة في الأسبوع يشبعوا من مصريتهم ومن قبطيتهم، وبعد كده ممكن أو يقعدوا في أعداد في بيوت، وتكون النتيجة الأعداد دي لما يقعدوا مع بعض يجيبوا سيرة الكنيسة. مش عاجبهم المجلس، مش عاجبهم أبونا، وتكون النتيجة إن هم يتناولوه بالتشريح والتجريح. العيال بيلعبوا مع بعض وبيلقطوا، ونقول لهم يلا يا ولاد روحوا اعترفوا. لا طبعا نعترف ايه بقى، وبعد اللي سمعناه ده هو هنعترف ولا هنقول ايه؟ ما احنا جرحنا وشرحنا، يبقى مش ممكن ابدا يقدر يكون صالح للاستخدام بعد هذا التجريح وبعد هذا التشريح. وبعدين الاولاد ممكن يضيعوا ونفقدهم، ونقعد نقول ضاعوا ليه؟ فقدناهم ليه؟ طلعوا من الكنيسة ليه؟ نحن بيد يمنى قد أدخلناهم وبالأخرى قد أخرجناهم. فياريت برضو إن احنا نكون ندي صورة حتى لو مش من قلبنا عن الأم في نظر الأب الست الطيبة الحكيمة البسيطة، وعن الأب الرجل الأسطوري العظيم اللي مفيش زيه، اللي يا ريت النار ما تخلفش رماد. اطلعوا لأبوكم يا ولاد في كل حاجة، مفيش شهامة زي شهامته، مفيش رجولة زي رجولته، مفيش كرم زي كرمه، مفيش جدعنة زي جدعنته، مفيش عفة زي عفته. أنا أذكر إن أم وهي على فراش الاحتضار وكانت تعلم أنها الساعة الأخيرة لها في الكلام، جمعت أولادها وقالت لهم أبوكم قديس. ولم يكن هذا الأب قديسا، ربما عانت من أمور كثيرة من قبل، لكن خلاص هي تسيب أولادها في يد أبوهم.
فتكون النتيجة تقول لهم أبوكم قديس حتى لو مش فارق، وبعدين غابت عن الوعي وسلمت أولادها لأبيهم وأصبحوا مرتبطين جدا بهذا الأب القديس اللي الأم كانت آخر كلمة اتكلمتها عنه بعد لما تموت إن أبوكم درجة قديس ما فيش زيه. من ضمن الأخطاء الشائعة أن نكون شلالية وتحزبية داخل البيت الواحد. الأب بيحاول يستأثر الأولاد لصفه، الأم لا، ده هي اللي بتوكل وتشرب، ولو الأولاد ما بيقيوش في الجانب بتاعها تملك إن هي تذلهم وتخليهم غصب عنها يبقى صفاها وكل نتيجة البيت انقسم. ده بولس الرسول قال هل انقسم المسيح؟ لما البيت الواحد ينشطر أمال الكنيسة تعمل إيه؟ أم باسم بولس قد اعتمدتم، هل انقسم المسيح؟ لكن احنا بنحاول نعمل شلالية وتحذبية داخل البيت الواحد. متى يصير البيت الواحد فكر واحد؟ متى يصير البيت الواحد قلب واحد؟ متى يصير البيت الواحد رأي واحد؟ لكن تكون النتيجة ان كل واحد يسفه رأي التاني من قبل ان يقوله ومن قبل ان ينطق به. نريد ان يتحول البيت الواحد للرأي الواحد والفكر الواحد والقلب الواحد. ما نحاولش ان نستخدم القنابل الموقوتة دي في ان احنا نخليهم ينفجروا في الشخص اللي احنا مش مرتاحين له. الأم تضمهم لصفها، الأب يسحبهم لصفه، شاهد يا فلان، شوف بيعمل ايه، شوف بيقول ايه، شوف انت بتعمل ايه. الكلام ده كله لا، احنا لو عملناه كده النهاردة نجني من ورا هذا بكرة وتكون النتيجة ما نعرفش نصلح. اخر نقطة اقول لكم عليها في الأخطاء التربوية الشائعة، احذروا من الحب الذي يضر ولا تخافوا مطلقا من العداوة التي يمكن أن تفيد. في رسائل القديس أغناطيوس الثيوفورس الذي كان أول أسقف لمدينة أنطاكيا قال لجمهور شعبه الذي احتشد لمنعه من الاستشهاد: أخشى أن محبتكم تضرني، لأني أثق أنه ليت الوحوش تزداد بي نهما، لأن أسنان ما هي إلا كحجري رحى، إن طحنت القمح لا تفنيه بل تصيره دقيقا صالحا لأن يكون خبزا. أسنان الأسد زي حجرين الطحونة، وحجرين الطحونة لما بنحط تحتيهم حنطة بتفركه تخليه دقيق، أعجن الدقيق يدين عجين، أخبز العجين يدين عيش. لكن أنا لو جبت مية المحيط كله عشان أعجن شوية قمح ما يعجنهمش، شوية المية بتوع المحيط كله ينضفوا القمح لكن ما يعجنهمش. عشان القمح يتعجن لازم يبقى دقيق، عشان يبقى دقيق لازم ينطحن. فدي أسنان الوحوش تزداد بي نهما، أسنانها كحجري رحى، وأنا خايف إن محبتكم تضرني. في محبة ضر، محبة رفقة ليعقوب كرهت فيه عيسو، محبة إسحاق ليوسف كرهت فيه كل إخواته،
المحبة تضر أحيانا، وربما العداوة تفيد. طب إيه يا رب اللي نقدر نوزن بيه هذا عن ذاك؟ الحكمة. وهكذا قال الآباء أن الحكمة هي الفضيلة التي تدخل في كل فضيلة. كان بيدرسنا في الكلية الكليركية الأستاذ تكلا رزق، وهو من كبار الأساتذة الموجودين في الجيل الماضي. رحنا معاه في مرة من المرات متحف العلوم الجيولوجية في ميدان التحرير لكي نعرف نظرية النشوء والارتقاء والتطور، وندرس شيئا عن خلقة الإنسان والأثريات التي تركها الإنسان القديم. وإذ بمدير المتحف عندما رأى وجه الأستاذ تكلا رزق البشوش، وهو أستاذ كبير، هب من مكتبه وخرج لكي يقابله، ثم صافحه بكل احترام وأمسك بيده وقبلها. الأستاذ تكلا، أنت بتبوس إيدي ليه يا حبيبي؟ أنت تعرفني؟ قال له أعرفك إزاي؟ ده أنا تلميذك يا أستاذ تكلا. قال له تلميذي؟ تلميذي منين يا ابني؟ قال له أنا كنت تلميذك في مدرسة السعدية الثانوية بالجيزة. قال له طب بعدين إيه دوري معاك؟ قال له إيدك دي اللي وصلتني للمنصب اللي أنا فيه، إن أنا أكون مدير متحف علمي. قال له ليه؟ قال له في مرة تراخيت، تهاونت، كسلت، تكاسلت، وبعدين انت صفعتني قلما على وجهي، فأقبل اليد التي صفعتني فعدلتني. عشان كده كل التأديب للبر، وأي ابن لا يؤدبه أبوه، هذا أقوله للآباء. أما للأبناء فأقول لهم تكملة الآية: إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين. قال له قبل هذه اليد التي صفعتني فعدلتني، لأنك أنت لما ضربتني ألم أنا اتعدلت، وبعديها قررت إن الألم ده ما يتكررش تاني، وبقيت حسن ظنك طول العمر، والألم ده هو اللي وصلني للمنصب اللي أنا فيه. أدي هنا الضربة البسيطة دي وصلت واحد إن يكون متحف، يكون مدير لمتحف العلوم الجيولوجية. أذكر قصة حكاها لي واحد كان عضو الاتحاد الاشتراكي في قرية من القرى، من قرى الصعيد. قال في مرة من المرات لما قامت الثورة سنة 52، قالت اللي مش لاقي عمل واللي عايز يشتغل يكتب ويطلب. وطبعا زمان كان اللي يشتغل في الحكومة ماشي بطريقة فاتك الميري اتمرخ في ترابه، شغل الحكومة ولا بلاش. فطبعا ده يشتغل في الحكومة، فراح واحد مقدم طلب على انه فقير ومعدم وغلبان، ويعني ادوني اي عمل، فراش، ساعي، موظف، اي حاجة. وطبعا الثورة استلمت البلد وعايزة تفرح الناس، وبالاخص الطبقة العريضة، القاعدة العريضة الشعبية بتاعت الناس. فتعمل ايه؟ لازم تعمل تحري عن كل واحد مقدم طلب، فعمل التحري عن الراجل ده. فنزلوا اتنين للقرية دي، قعدوا على القهوة او الغرزة علشان يعملوا تحري عن الراجل ده. يتقابلوا مع مين؟ يتقابلوا مع اكبر واحد بيكرهه وبيضمر له السوء والشر. سألوه سؤال: انت تعرف فلان الفلاني؟ طبعا اعرف. ايه رايك فيه؟ قال لهم راجل وحش. انت عايزينه في ايه؟ قال اصل احنا ممكن نناسبه يعني.
جايز هو يناسبنا احنا نناسبه، او هو متقدم لحد وحد طلب مننا نسأل عنه، انا ابعده عنه. هو الراجل ده لاقي ياكل؟ هو الراجل ده لاقي يعيش؟ ده ميت من الجوع، ده لا اكل ولا شرب ولا نوم ولا سكن ولا حبته حاجه خالص، هتناسبه فيه ايه؟ سيبكم منه، تعالى اوريكم حاجه احسن من كده. قالوا لا متشكر، احنا بس خدنا الرد ده وكتبوا عنه تقرير عن ان الراجل ده معدم، فقير، ملهوش اي حاجه، والتقارير والتحريات قالت كده، وظفوا اهو واحد جه يضره افاده، وياما ناس تيجي تفيد ناس تضرها. فعشان كده لما تقدموا حب، قدموا الحب الذي لا يضر، ما تخافوش من العداوة التي ربما قد تفيد، لكن خافوا من الحب الذي ربما أن يضر. حب يكون فيه إجحاف بواحد عن الآخر، الحب اللي يكون فيه ندوس على واحد على حساب الآخر، ده الحب الذي يضر. لكن ما تخافوش، ممكن قوي قوي ان اولاد تعاملوا معاملة صعبة من ناس حولتهم الى اولاد مباركين وبررة، لان الحب اللي موجود في البيت عوضهم بكتير. بكده نبقى خلصنا 20 مثل في تكلمنا عن موضوع الأساليب التربوية الخاطئة الشائعة داخل كل بيت قبطي، عشان عايزين لكي يكون أسلوبنا أسلوب تربوي غير خاطئ أن يكون أسلوب حكيم وأسلوب محب. الحكمة والحب معا، بركة ربنا يسوع المسيح رب كل بيت ورأس كل أسرة، فلتشملنا فلتملأنا بالنعمة والرأفة والرحمة، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.